بمناسبة ان احنا كنا بنتكلم قبل الفاصل على انه الافكار دي يعني افكار قديمة، هي اللي احنا بس شايفينه عشان احنا عايشين الواقع ده، بانه بيخرج علينا رجل اعمال المفروض ان هو حتى يعني تخصصاته اكتر في قطاع السيارات، العمل التجاري، ان هو فجأة بيتكلم في حاجة ممكن تعمل ثورة زي ما حضرتك قلت في بعض الامراض. احنا شايفين ده حقيقة لما كنا بنشوف الافلام دي، يعني احنا عندنا مثلا فيلم مصري الناس كلها كانت كاتبه كده من كام يوم، فيلم مصري بسيط جدا، فيلم كوميدي اللي هو ليمبي 8 جيجا، ده فيلم مصري بسيط كان بيتكلم على حاجه زي كده، فكره انه هيتحكموا في البني ادم عن طريق الشرائح دي، كل ده كان حاجه كده من قبيل التهريج، من قبيل انها حاجه بعيده. حتى الافلام اللي كنا بنتابعها بتقدم فكره بهذا الشكل، كنا بنشوف ان ده برضو بعيد قوي عننا. لكن لما بتلاقي ان العالم كله مركز قوي في ان هي دي الثوره الطبيه القادمه، احنا بقى مش هنقعد ندور على علاجات، لا احنا هنتحكم في الامراض من خلال الجسم مش من خلال احنا نعطي علاج، هل ده ممكن يدي مؤشر انه فكره انه تحويل الانسان لاله، لانسان الي بيقدر ايا ما كان المتحكم في هذه الشريحه او في يعني ايا كان اسمها ايه، يعني هو اللي يتحكم في الإنسان في أمراضه في أفكاره في عصبيته في هدوءه في اختياراته في حتى في دينه بعد كده؟ ممكن يكون الكلام اللي بتقوليه ده وارد، والتخوف ده تخوف طبيعي جدا، واحنا مرينا بنفس يعني فكرة ان احنا بنقول ان احنا دي حاجة يعني متخيلينها او فكرنا فيها. على فكرة من 150 سنة كان في ناس بتكتب على رحلات الى القمر، وكانت بتتشاف انه ده ضربه من الجنان وهيوصلوا القمر، وده لما هيوصلوا على القمر عندنا رحله طالعه المريخ بعد سنتين طالعين المريخ فكانوا بيتكلموا على ان الوصول للقمر دوت، الناس اللي هتنزل على القمر ديت طب هيربطوه في الكره الارضيه لان هو بيلف وهم بيلفوا، طب هيرجع يعني كانت ايه كانت افكار من هذا النوع. حتى اختراع التليفون، هو حد كان يصدق ان هو ممكن حديده يقعد يتكلم معاها يعني ويشوف صوره فيها مسيرك في يوم من الايام هتتعرفي على مراتي، لان عندها قصه بتقعد تحكيها كل شويه، ان انا من 15 سنه ولا من اكتر من 15 سنه قلت لها احنا هنبقى نتفرج على التلفزيون في الموبايل، وهي قعدت تضحك. من 15 سنه من اكتر شويه قعدت تضحك لما اقول لها ان احنا هنتفرج دلوقتي احنا ما بنتفرجش على التلفزيون غير من على الموبايل، فهي قعدت تضحك، فهي كل ما نقعد مع حد فتقول ايه ده انا كنت يعني من كتر ما انا ما كنتش متخيله هنوصل لفين، كنت بقول ان احنا نتفرج على التلفزيون على الموبايل انه ده يعني ايه بضحك لما حد يقولها، بس ايه اتحققت.